السلام عليكم، اسمي تي فورست وانا متطوع امريكاني هنا في بيوغراد شوكا اتباها. كان دير واحد برنامج سميتو هيئة سلام، وهيئة سلام هي منظمة امريكانية من الحكومة وشي متطوعين من امريكان كيجيو المغرب باش نديرو الخدمة ديال متطوع. كندوزو عامين هنا في المغرب والهدف هي كنتعلمو على الثقافة المغربية واللغات اللي كاينين في المغرب، وفي نفس الوقت كنديرو شي خدمة ديال تنمية الشباب. ايوا جيت المغرب شهر 2017، ايوا دوزت كتار من عامون هنا في المغرب، وفي الأول انا جيت مع تقريبا 100 ديال متطوعين اخرين. فاش جينا المغرب كان عندنا القراية تقريبا 5 سوايع في النهار، شهرين ونص. ايوا دوزنا بزاف ديال الوقت في اللغة باش نتعلمو الدارجة باش نتواصلو مزيان مع الناس برا. ومهم، ولكن فاش جيت لبيوغرا من بعد شهرين ونص قدرت نتواصل، ولكن ما عرفتش بزاف. ايوا باقي كنتعلم، ما كنعرف كلشي. ايوا واقيلا من بعد 5 شهور قدرت نتواصل تقريبا مزيان مع الناس. اي فاش جيت هنا ضروري اول نهار هنا كلشي سولني فورست واش عرفتي شيلها، خاصك تعلم شيلها ضروري. ومهم انت انا بغيت، ولكن عليا صعيبه شويه. ايوا كان عارف جمل، كان عارف كلمات وشويه ديال غرامير، ولكن باقي ما يمكنش نتواصل مزيان في الشيلها 100%. كان خلطتها مع الدارجة شوية، ولكن يمكن نقول أشكيد سكوس ماني تريت ماتريت ماتسكرت نكيد رح تجمي زرح لما غيب زوين بزاف، كنين بزاف ديال هواي زوينين. ولكن بزاف ديال الشباب هنا ديما كيقولوا لي فورست امريكان زوين بزاف، المغرب شويه، ولكن انا ما متفقش. كاينين الحوايج زوينين في العالم كله، في كل بلاصه عندها الحوايج زوينين والحوايج خايبين. و شي حوايج اللي كيعجبني بزاف في المغرب هما اللي كاينين بزاف ديال اللغات. كاين تاريفيت، كاين عربية فصحى، كاين الدارجة، كاين الشلها، كاين التمازيغ ديال أطلس. داكشي زوين بزاف. يمكن تمشي لبلاصة أخرى في نفس الدولة وكاينة ثقافة أخرى، كاينة لغة أخرى، وعزيز لي بزاف داكشي. والماكلة، الماكلة بنينة بزاف، تميم. الناس هنا هما مش يمكن نقول محلولين بزاف. شي واحد من برا كيجي وهما انتوما بغيتونا. عندنا واحد تجربة زوينة بزاف في بلادكم. ايوا كاين كرم بزاف، الناس ديما كيقولوا محبة. يمكن ندخل في الدار ديال ناس اخرين. و في امريكان ما كاينش ديما نفس حساس ديال المجتمع. في امريكان نورمالمون كل واحد كيدير لحوايجو عنده لحياتو. ايوا عزيز لي بزاف ديك ميزة ديال الثقافة هنا.